تطرق موقع عربي 21 إلى الجهود التي تبذلها مصر، حيث قال إن الجهود المصرية لا تتعدى الدعم السياسي للحكومة، ذلك أن حدود القاهرة لا يمكن أن تتجاوز دور الوساطة لدى الرياض وأبو ظبي على غير ما تطمح إليه القيادة اليمنية من مستوى عال من الإسناد العسكري لقواتها في حربها ضد الحوثيين. سياسيون قالوا للموقع إنه من المعروف استراتيجيا أن باب المندب يمثل بوابة الأمن القومي المصري بوصفه بوابة قناة السويس التي تمثل الرئة الاقتصادية لمصر، إذ لا يمكن لمصر أن تكون بعيدة عما يجري هناك بأي حال من الأحوال، فيما يرى آخرون أنه من خلال المعطيات على الساحة اليمنية يمكن لمصر أن تلعب دورا في الأزمة اليمنية، إلا أن هذا الدور لن يتعدى دور الوساطة أو احتضان مفاوضات أو لقاءات سياسية أو مباحثات السلام، كما أنه من المستبعد أن تنخرط القاهرة كطرف في الصراع اليمني عبر دعم أحد الأطراف، لأن هذا الدور سيصطدم بالدور السعودي والإماراتي.